تبكي الجزائر اليوم فقيدها وأحد أساطيرها الكروية. تبكي الجزائر اليوم حارس عرينها وأحد صناع أمجادها. تبكي الجزائر اليوم مهدي سرباح فقيد الكرة الجزائرية. في صمت رحل عنا الحارس الأسطوري والرجل الوطني وصاحب القلب النقي. مرض عضال هزم بطل الجزائر الذي لم يألف الهزيمة في مشواره الرياضي. شمعة الحارس الدولي التي لطالما سطع نورها في المحافل الرياضية انطفأت اليوم في جنازة مهيبة حضرتها العديد من الوجوه الرياضية، أصدقاؤه وأقرباؤه ورفاقه في المنتخب الوطني. ودعوا الراحل اليوم إلى مثواه الأخير وعيونهم تستحضر بدموع محطات الفقيد الأسطورية. J'ai vécu avec lui pendant 10 ans. On a fait les Jeux méditerranéens, les qualifications de la Coupe d'Afrique. On a fait les Jeux africains, لعبنا ensemble GSK Mouloudia. On a fait des stages, رحنا لروسيا ensemble, on a en Libye, on a fait beaucoup de stages ensemble. غير 5 جويليه هذاك واش نقول لك درنا اليوم واش تحب مهدي c'est ça nous a fait mal, parce qu'on perd, on a perdu quelqu'un d'important, انسان متواضع. عمرنا ما على بالك مو جي فيكو افيك لو عمرني ما سمعنا قال كلمه زياده ولا يزعف ولا فريمون سايتي اون دور اي دون لي ستاد. سرباح الذي اصبح اليوم امنا في سربه سيكتب التاريخ انه كان وسيظل احد اساطير كره القدم الجزائريه التي صنعت امجاد المنتخب الوطني، الى انه لم يستوفي حقه وعانى من التهميش مثل ما يؤكده زملائه. مهدي ما داش حقه كما كاين دوتر جون دوتر جوار اللي عم يعانيو اللي ان شاء الله نتمناو لهم الشفاء عم يعانيو. سي با نورمال انت كيفاش دي جوار اللي مدوا للجزائر اليوم سون اينوري سي با نورمال. برا مسؤولين لا المسؤولين تاع المسؤولين تاع كرة القدم. لا ما حشمت منكم انا جيت نتكلم سينو ما نتكلمش تسمى كيما الله يرحمه نتكلموا عليه. لا الناس المسؤولين تاع كرة القدم ما عندهمش تاريخ تاع الجزائر في كرة القدم ولا في الرياضة والله ما عندهم كاع. لي كلوب ما يعرفوش بلي زونسيان جوار تاعهم هذا سان ابيل نقولوا ان جوار اللي يلعب باغ اكزومبل طول حياته في كلوب واحد مثال ولا يلعب 10 سنوات في كلوب واش الكلوب واش يبحر باش ينظم من سيريموني باش يستعرف باللاعب. بداياته كانت مع فريق اتحاد العاصمه الذي لعب بقميصه لست سنوات كامله قبل ان ينتقل الى فريق شبيبه القبائل سنه 72 900 و1000 والذي فاز معه بلقبين للبطوله الوطنيه وكاس الجزائر لينصب بذلك نفسه افضل حارس محلي. تألق سرباح طرق به أبواب المنتخب الوطني الذي دافع عنه من سنة 1975 وإلى غاية 1986. شارك في ملحمة خيخون بإسبانيا سنة 1982 ليتلقى بعدها دعوة من نادي موريال الكندي الذي لعب له لعام واحد قبل أن يقرر العودة إلى الجزائر والتوقيع في رائد القبة بعد وفاة والده. تحصل سرباح على ميداليتين ذهبيتين في الألعاب المتوسطية بالجزائر، شارك في نهائي الكان بنيجيريا، كما نال عديد الألقاب المحلية رفقة الأندية الجزائرية. غادر سرباح وغادرت معه حكاية لاعب كان مثالاً للرياضي الناجح والرجل الوطني والإنسان المربي. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنته.